بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك والذي نجتمع فيه في بيت الله الحرام، ولا شك أنها نعمة عظيمة من الله بها علينا. ولا شك أنه إذا اجتمعت العبادات والطاعات في مكان فاضل مثل هذه الأماكن، لا شك أنها من أفضل النعم التي يرزق بها العبد. فنعمة الوصول إلى هذا المكان، ونعمة أيضا أداء النسك، وأيضا نعمة الصلاة وما فيها من الأجر العظيم، وأيضا نعمة طلب العلم وما فيه من الأجر، وأنتم من طلاب العلم ولا يخفى عليكم مثل هذه الفضائل العظيمة. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة شؤون الحرمين على إقامة مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات المباركة، والتي لا شك أن الناس وخاصة في هذا الزمن بأمس الحاجة لها، وهو ما يتعلق بطلب العلم. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه أيضا الشبهات التي تصل إلينا عبر هذه الوسائل، والتي يكون لها أثر كبير جدا في حياة المسلم، إما خيرا وإما شرا. ولذلك على المسلم أن يحصن نفسه دائما، وهذه الدورات لا شك أنها من الدورات التي تعين طالب العلم في مثل هذا المجال. فالشكر لرئاسة شؤون الحرمين وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ولجميع العاملين في الرئاسة، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. أيها الإخوة، كتابنا الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم هو من الكتب المهمة والتي تتعلق بالعقيدة، وهو كتاب للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وسوف نتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء إن شاء الله أولا عن ترجمة للشيخ ابن رجب، والأمر الثاني سنتكلم عن النسخ لهذا الكتاب، وهذا أمر مهم لطالب العلم معرفة النسخ. هذا الكتاب من أفضل الكتب فيما يتعلق بأمر العقيدة، ولذلك عندما نرى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نجد أن هناك نفساً لابن رجب في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويكاد يكون أكثر ما يذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه قد أخذ من كتب الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا يلحظه طالب العلم عندما يقرأ هذا الكتاب، وسوف نقوم بالتعريف فيه. طبعا هذا الكتاب أو هذا المتن لا أتوقع أنه يكفي ليومين من أجل شرحه، وإنما نحتاج إلى أولا تحقيق هذا الكتاب والنسخ الموجودة فيه، ونقرأ في هذا الكتاب ونبين المعاني المهمة التي أراد أن يوصلها المؤلف لطلبة العلم. فسوف يكون هناك قراءة سردا لهذا المتن وتعليقات على هذا المتن، وستجدون في نفس الشيخ العجاب من ناحية الاستدلال بالأدلة سواء من الكتاب والسنة. في البداية سوف أتكلم، وأنا يعني كنت أتوقع أن هناك من طلبة العلم من يسجل، لكن لا أرى أحد من يقوم بالتسجيل، ولذلك أنا حرصت أن أعتني بتوضيح النسخ الموجودة لهذا الكتاب. وهذا الكتاب ربما قل طباعته،
ولم يكن هناك أيضا انتشار كبير لهذا الكتاب، ولكن في هذا الزمن نحتاج لمثل هذا الكتاب، نحتاج إلى مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب هناك ثلاث نسخ خطية لهذا الكتاب، وجميعها كانت في أو بعد زمن المؤلف رحمه الله، وهو ابن رجب الحافظ رحمه الله تعالى. فهذه النسخ التي اطلعنا عليها لم يكن فيها أي عنوان لهذا الكتاب، لم يكن فيها عنوان لهذا الكتاب، وإنما في أحد النسخ، في أحد النسخ الموجودة لهذا الكتاب كتب عليها أو كتب، ولكنه أيضا هذا متأخر، كتب عليها كتاب التوحيد لابن رجب. ثم بعد ذلك بعدما طبع أول ما طبع هذا الكتاب عام 1370 تقريبا للهجرة، أول ما طبع هذا الكتاب كتبوا عليه عبارة وهو كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص لابن رجب، كلمة الإخلاص لابن رجب وتحقيقها. المقصود أنه بعد ذلك بعدما طبعت ظهر هذا الكتاب وانتشر هذا الكتاب وله طبعات عدة، ولذلك ربما أرسل لكم أحد النسخ الموجودة بين أيديكم عن طريق الرسائل، وهي أيضا من النسخ التي أيضا وزعت لهذا الكتاب. ابن رجب رحمه الله عندما نتكلم عنه هو الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن البغدادي الدمشقي الحنبلي. ولد رحمه الله سنة 37، ونشأ في أسرة علمية، والده من العلماء وجده من العلماء، وكان رحمه الله ممن اعتنى بالحديث عناية تامة، فسمع من كبار المحدثين. ولذلك نجد دائما من ناحية طلب العلم أو طالب العلم عندما يعتني بالحديث يكون له تميز على أقرانه، وهذا على مر التاريخ من العلماء. فكل عالم كان له عناية بالحديث نجد أن له تميز عن غيره من العلماء. ولذلك تميز الحافظ رحمه الله بأنه أخذ العلم عن المحدثين وحفظ أيضا كثير من الأحاديث. ولذلك نجد أن أهل الحديث قد كان لهم الميزة فيما يتعلق بنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من سار على هذا الطريق نجده على منهج السلف الصالح، نجده على منهج السلف الصالح. إذن ابن رجب رحمه الله هو سلفي العقيدة، أثري المنهج، سار على طريق أهل الحديث، ولذلك عصمه الله سبحانه وتعالى من الانزلاق فيما يتعلق بمناهج الكلامية وكذلك الفلاسفة. كان في عصره انتشر هذا المذهب، وهو مذهب المتكلمة ومذهب الفلاسفة في عصره، ولكنه عصمه الله سبحانه وتعالى بأخذ الحديث عمن هم من الثقات، ولذلك تأصل على منهج السلف. له مؤلفات عديدة، وكل أو جميع مؤلفات الشيخ رحمه الله سائرة على منهج السلف الصالح. لكن الملاحظ على كتب ابن رجب رحمه الله تعالى أن بعض كتبه فيها مسحة من الصوفية تظهر في نقله لكثير من أقوال أئمة الصوفية، ولذلك نقول أنه ربما اختار أو نقل عن بعض الصوفية لأنه رحمه الله تتلمذ على بعض الشيوخ، وكان ربما نشأ في بعض الأربطة التي أوقفها أو كان يعيش فيها في بداية طلبه للعلم، وكان يغشاها الصوفية، ولذلك تأثر بهم، لكنه لم ينقل شيئا يخالف منهج الكتاب والسنة عنهم،
إنما نقل بعض العبارات التي تأثر فيها. ولذلك سوف نجد في هذا الكتاب نجد أن هناك نقولات لابن الرجب نقلها عن بعض الصوفية، وأيضا نجد أيضا ما يتعلق بنقل الأحاديث، نقل الأحاديث الغير صحيحة ولكنها في الغالب لها شواهد من الأحاديث الصحيحة، وهذا هو منهج عند أهل الحديث. ولعلكم إن شاء الله في هذه الدورة أيضا تتعرفون على هذا الجانب المهم، وسيكون هذا إن شاء الله في اليومين القادمين مع المشايخ بإذن الله فيما يتعلق في أمر الحديث، ولعلكم تسألون عن هذا الأمر حتى لا نقف عنده. لكن مذهب الشيخ رحمه الله ابن رجب هو معدود من كبار علماء الحنابلة، معدود من كبار علماء الحنابلة، بل هو الذي نشر مذهب الإمام أحمد في بيت المقدس وكذلك بعد ذلك في الشام. الإمام ابن رجب هو من نقل مذهب الإمام أحمد في بيت المقدس، ثم بعد ذلك نقله بدمشق، نقله بدمشق. ولذلك يوصف رحمه الله بأنه شيخ الحنابلة، يوصف رحمه الله بأنه شيخ الحنابلة، وله تخريجات كثيرة في هذا الباب، وأيضا له كتاب وهو تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وهو من قواعد المذهب، قواعد مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب مهم يحتاجه طالب العلم، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وهو من أجل المصنفات في باب الفقه للمذهب الحنبلي. وإذا نظرت إلى هذا الكتاب تعرف جيدا بإلمام ابن رجب في المذهب وما يحققه. ومع ذلك لم يكن رحمه الله متمذهبا وآخذا بالمذهب، بل إنه كان رحمه الله يأخذ بالدليل، مع أنه كان ينقل المذهب ويحرر المذهب، لكنه كان يخالف المذهب في بعض أقواله رحمه الله تعالى، فإنه في غالب أمره كان يدور في فلك الدليل، يدور في فلك الدليل حيث دار هذا الدليل. طبعا ابن رجب الذي يطلع على كتبه يعرف بأن كتب ابن رجب رحمه الله كانت تتميز بالوعظ أيضا، لم يكتفي رحمه الله فيما يتعلق فقط بما يتعلق في باب العقيدة وباب الفقه، ولكنه أيضا تميز رحمه الله فيما يتعلق في الوعظ، وكان واعظا رحمه الله تعالى. ولذلك من أهم كتبه وربما التي انتشرت ويعرفها الكثير مثل تفسير سورة الفاتحة، وكذلك تفسير سورة الإخلاص، وأيضا كتابه المشهور جامع العلوم والحكم، وأيضا كما ذكرنا كتابه تحرير القواعد وتقرير الفوائد، وغيرها أيضا من الكتب الكثيرة له رحمه الله تعالى. وذكروا، لعلي أختصر في هذا الباب، ولعل مما ذكر عنه رحمه الله أنه كان عنده شيء من الورع، وكذلك أيضا كان رحمه الله باذلا نفسه فيما يتعلق بالعلم، وله مؤلفات حقيقة كثيرة جدا، ولذلك جمعت هذه الكتب فيما يقارب تقريبا الآن طبعت ما يقارب 6 مجلدات، وهي لا شك أنها من الرسائل المفيدة والمهمة لطالب العلم. طبعا توفي رحمه الله في سنة 95 و700، ودفن أيضا في دمشق أيضا، لكن ذكر أهل العلم أنه عند وفاته، وهي مما تذكر أحيانا في سيرته رحمه الله، أنه قبل موته بأيام ذهب إلى المقبرة وأمر بشخص هناك يقوم بحفر القبور بأن يقوم بحفر قبر له، فحفر هذا القبر، فلما حفره نزل فيه ثم قال له هذا القبر مناسب لي. يقول هذا الرجل وهو يروي هذه القصة في وذكرت أيضا عنه رحمه الله تعالى، فقال ما لبث إلا أيام ثم جيء به ودفن في هذا القبر رحمه الله تعالى. طيب نحن نتكلم عن هذه الرسالة، هذه الرسالة التي بين أيدينا
لم يسميها ابن رجب، لم يذكر لها اسما على عادته في تأليفه للكتب، وإنما ما وجد من مخطوطات، ما وجد من مخطوطات لهذا الكتاب لم يوجد فيها اسما للكتاب، وإنما كان هناك بعض العبارات أو بعض من اجتهد في ذلك فيما يتعلق بمسميات مثل هذا الكتاب. وهذه المسميات كما ذكرنا أنه ذكر أنه كتب عليها كتاب التوحيد، وأيضا بعد ذلك لما كتب عليها وهو ما يتعلق بكلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، ولذلك هذه الكلمة وهي تحقيق كلمة الإخلاص هي أول طبعة طبعت لهذا الكتاب، وربما كانت هي طبعة للمكتب الإسلامي، هي من الطبعات الأولى لهذا الكتاب. ثم أيضا هناك أيضا من المعاصرين من أخرج هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، لذلك لا يكون عندكم اللبس في ذلك، يعني ستجدون نفس هذا الكتاب بمسميين، المسمى الأول كلمة الإخلاص لابن رجب، والثاني كتاب التوحيد لابن رجب، وكلاهما كتاب واحد، وإنما حصل الاختلاف لأن ابن رجب لم يذكر مسمى أو اسما لهذا الكتاب. أصل هذه الرسالة إذا نظرنا ومن قرأ هذه الرسالة كما ذكرنا أن المؤلف أو ما ذكره ابن رجب في هذه الرسالة كما ذكرنا لم يذكر لها عنوانا، ولكن قالوا عند النظر إلى هذه الرسالة أنها عبارة عن نصيحة وجهها ابن رجب لأصحاب له في مجلس من مجالسه، وكتبت عنه رحمه الله، وربما أملاها عليهم، لذلك نجد أن هذه الرسالة فيها عبارات تدل على ذلك، فهو أحيانا يخاطب في هذا الكتاب ويقول إخواني، وهذا غير معتاد في المؤلفات، فكأنه يخاطب أناسا عنده، فيدل على هذا الأمر المهم. إذن هذه الرسالة في الغالب أنها عبارة عن مجلس من مجالس ابن رجب رحمه الله، وهو يبين فيها أمرا عظيما في هذا الباب. طيب، الآن سوف نلخص لكم فحوى هذه الرسالة. هذه الرسالة كما ذكرت لكم ربما لا نستطيع أن يعني نشرحها هذه الرسالة خلال اليومين، لكن لعلي أذكر لكم ملخصا لهذه الرسالة وما يتعلق بمحتواها هذه الرسالة. هذه الرسالة تدور حول كلمة التوحيد، تدور حول كلمة التوحيد، وهذه الكلمة هي فيها من التنبيه من أهمية هذه الكلمة، وهذه الكلمة كما تعلم هي رأس الإسلام، وهي مفتاح دار السلام، وهي التي عليها أسست الملة، وأيضا ونصبت القبلة، وعنها يسأل الأولون والآخرون، يسألون عن هذه الكلمة، ولذلك هي من أعظم الكلمات. هذه الرسالة قسمت إلى ستة مواضع، إلى ستة أقسام أو ستة مواضع، يعني إذا أردت حتى تستوعب محتوى هذه الرسالة فالمؤلف خلال سرده وكلامه لهذه الرسالة ربما يكون أنه قسمها، وهذا طبعا يستخلص من هذه الرسالة ومن كلام الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى، فأقرب ما يكون أنها موزعة على ستة مواضع. القسم الأول افتتح رحمه الله بجملة من الأحاديث، بجملة من الأحاديث الواردة عن فضل التوحيد، تكلم فيها عن فضل التوحيد، وخص منها الأحاديث الدالة على أن من شهد أن لا إله إلا الله أي شهادة التوحيد فإنه يدخل الجنة أو أنه يحرم على النار، في فرق بينها،
في فرق بينها؟ ها ركزوا شوية مشايخ. أيوة هذا أمر، هذا الذي ذكره أيضا هو من الأمر المهم جدا، لكن سوف تكون هناك إشكالية. الإشكالية أين في هذا الأمر؟ هو ذكر الأحاديث المتعلقة بأن من شهد شهادة التوحيد أنه يدخل الجنة، ثم ذكر أحاديث أن من شهد شهادة التوحيد يحرم على النار. الأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، هذا هو النوع الأول التي ذكرها. والنوع الثاني الأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين فإنه يحرم على النار، وهذا النوع من الأحاديث هو ما ذكر العلم وهو موطن الإشكال. لماذا؟ لأنه دلت النصوص، النصوص التي دلت على أن الموحد، على أن الموحدين من أهل القبلة أنهم يدخلون النار، أنهم يدخلون النار. ثم بعد ذلك يخرجون منها، فكيف تأتي هذه الأحاديث أنه يحرم على النار؟ فمعنى وظاهر هذه الحديث أنه لا يدخل النار، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ يعني الأحاديث التي جاءت تذكر بأن أناسا يدخلون الجنة بتحقيق هذه الكلمة، وأيضا بتحقيق هذه الكلمة يحرم على النار. هنا رحمه الله في هذا الكتاب ذكر الأجوبة المتعلقة بهذا الأمر رحمه الله، وبين بأن المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل به إلا بماذا؟ وهو ما سنوضحه في هذه الرسالة، إلا باستجماع شروط وانتفاء موانع، وهذا سنبينه من خلال هذه الرسالة إن شاء الله، وهو ما يذكره المؤلف. من أهم الأمور، من أهم الأمور، طبعا سوف أقسم، أولا سوف أذكر لكم الأقسام. أولا هذا هو القسم الأول الذي ذكرته، أنه ذكر الأحاديث المتعلقة بدخول أهل الجنة بكلمة لا إله إلا الله، وأيضا يحرم على النار بمن يقول لا إله إلا الله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بعدما ذكر الأدلة على صحة هذا الجوابين، جاب الأدلة، ذكر الأدلة التي تدل على صحة هذين الجوابين، يعني صحة الأول وصحة أيضا الأدلة الثانية، ولا تعارض بينهما، أي أنه لا تعارض بينهما، وسوف يبين ذلك المؤلف في هذا الكتاب. بعدها تكلم عن محبة الله عز وجل، تكلم عن المحبة، وسوف أبين لكم لماذا تكلم عن المحبة. والمحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا بعدها تكلم عن الصدق في قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تكلم عن فضائل كلمة التوحيد، تكلم عن فضائل كلمة التوحيد، ثم ختم رسالته بالحث على تحقيق التوحيد والتمسك بأصل الدين. إذن هذه هي ستة مواضع أو ستة أقسام، ربما نقول هي الأقسام المتعلقة بهذا الكتاب المهم المفيد. هذه الرسالة أيها الإخوة على صغر حجمها، إلا أن المؤلف ذكر فيها عدد من الآيات والأحاديث والأقوال النقول الكثيرة، وهذا هو الطريق الذي دائما ينتهجه السلف الصالح. دائما عندما ترى أهل العلم وتريد أن تميز بين أهل العلم، ابحث وانظر واسمع إلى ما يذكره من أدلة، إلى ما يذكره من أدلة، فإذا كان يستشهد بالآيات والأحاديث علمت أنه على منهج السلف. أما إذا كان يكثر من الكلام والأقوال التي هو يحررها، فتجده أنه بعيد
عن طريقة ومنهج السلف. فنحن دائما نرجع إلى الكتاب والسنة في تأصيل كل شيء في حياتنا، سواء في أمور العقيدة أو في غيرها. إذن موضع أو موضوع هذه الرسالة، وهذا أمر مهم تسجلونه، وهو أن موضوع هذه الرسالة هو ما يتعلق بتحقيق كلمة التوحيد. ولكن هناك أمر مهم جدا، وهو ربما يكون هو لب هذه الرسالة، وهو موضوع نحتاجه في هذا الزمن لانتشاره ولخطره، وهو ما يتعلق بالإرجاء، وهو ما يتعلق بالإرجاء. وهذا المؤلف الذي ألفه ابن رجب فهو يرد على المرجئة في عصره، ويحذر من الإرجاء وعلى خطر الإرجاء، وكيف أن أهل الإرجاء أخذوا بهذه الأحاديث التي ذكرها وابتدأها المؤلف في مقدمته لهذا الكتاب، في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله حرم على النار. فأخذ المرجئة بظاهر هذه الأدلة وقالوا أن من قال لا إله إلا الله مجردة، وهذا ما سنتكلم عنه فيما يتعلق باعتقادهم، فإنه يدخل الجنة على ما كان منه من العمل. ولذلك أهل الإرجاء هم يقولون بأن المقصود بلا إله إلا الله أن يكون هذا هو التصديق بالقلب فقط، ويخرجون العمل، وأيضا بعضهم يخرج ما يتعلق بالقول باللسان. وسوف نتكلم الآن ونذكر أصناف هؤلاء وهم المرجئة. ولكن المرجئة أول ما خرجوا وظهرت بدعة المرجئة في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، المرجئة ظهروا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية، أول ما ظهر القدرية بعد الصحابة رضي الله عنهم، قال حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول ثم في أواخر عصر الصحابة حدث القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، ثم قال وحدثت المرجئة. وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، يقول وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. ثم قال وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز. فالجهمية خرجوا بعد عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وجاء أيضا عن قتادة أيضا أنه قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. تعرفون فتنة ابن الأشعث مع الحجاج ابن يوسف، وأيضا خروج أيضا ابن الأشعث أيضا حتى على عبد الملك بن مروان، وما في هذه الفتنة من الفتن العظيمة التي نزلت. ولذلك دائما هذه الفتن التي تمر على المسلمين دائما يأتي بعدها من الفتن التي تتولد من خلالها، مثل ما ظهر من هذه المذاهب، وهو ما يتعلق بالإرجاء، وهو حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. لذلك نقول أن أهل السنة خالفوا المرجئة ووضحوا ما هم عليه من خطأ، والمرجئة أيضا خالفوا أهل السنة والجماعة. فتعريف الإيمان عندهم ما يتعلق بالإرجاء، تعريف الإيمان قالوا بأنه التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. وبعضهم قال التصديق بالقلب واللسان فقط، وقالوا أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان، ليس داخلا في حقيقة الإيمان. ولذلك قالوا إن أصحاب المعاصي هم مؤمنون كامل الإيمان، قالوا أنهم كاملوا الإيمان. إذن هذه من الأخطاء. لكن سوف أذكر لكم أنواع المرجئة
وطوائف المرجئة. المرجئة طوائف، حتى لا يشكل عليكم هذا الأمر، حتى إذا سمعت بعبارة الإرجاء وأنت تقرأ في كتب فهناك اختلاف بين الكتب المتقدمة والكتب المتأخرة فيما يتعلق بالإرجاء، فيما يتعلق بالإرجاء، فعليكم أن تتنبهوا إلى هذا الأمر. بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة فقط، هذا أول قول من أقوال المرجع، يقول أن الإيمان هو المعرفة، وهذا هو قول من؟ الجهم بن صفوان. قول الجهم بن صفوان يقول أن الإيمان هو المعرفة، وهذا أخطر الأقوال عند المرجئة، ولذلك لو قلنا بهذا القول كان فرعون أيضا مؤمنا، وكان كذلك المشركون أيضا مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى عندما جاء في عندما قال له موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه عنده معرفة، يعرف الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن تعرف الله سبحانه وتعالى أن تكون قد حققت الإيمان. كذلك في قوله تعالى عن الكفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهذا يدل على أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو قول الجهم بن صفوان. القسم أو الطائفة الثانية من المرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب، يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب. ففرق بين المعرفة والتصديق، المعرفة يعرف بأن الله سبحانه وتعالى، لكن التصديق يصدق بأن الله هو الخالق وهو الرازق ويصدق بذلك، وهذا هو قول الأشاعرة، هذا هو قول الأشاعرة، وهو أيضا من الأقوال الباطلة، لكن ليس هذا مثل مذهب أو طريقة الجهم بن صفوان. لأن لو نظرنا إلى هذا القول، لأن المنافقين أيضا في ما يتعلق في هذا الجانب، لكن ليس هذا هو ما يتعلق في هذا الباب، وهو ما يتعلق بأنه التصديق، فهناك فرق ما بين التصديق وما بين المعرفة. القول الثالث أو الطائفة الثالثة وهم من يقول أن الإيمان هو الإقرار باللسان، هو الإقرار باللسان، فيكفي أن يقر بلسانه ذلك، وهذا قول من؟ الكرامية، هذا قول الكرامية، وهذا القول أيضا من الأقوال الباطلة. لماذا؟ لأنه مجرد اللسان، لو قلنا أنه مجرد اللسان يكفي للإيمان لقلنا بأن المنافقين داخلون في هذا الباب، فهم يقرون ويظهرون الإيمان بألسنتهم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم في الدرك الأسفل من النار، أخبر بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فلا يكفي القول باللسان في إثبات الإيمان. وأيضا من هذه الطوائف أيضا طوائف المرجئة، وهي التي تنتشر في زمننا هذا، وهي التي تنتشر في زمننا هذا، الطائفة هذه والتي بعدها هي التي تنتشر، وهي التي تعد في هذا الزمن من أخطر الطوائف، لا من أجل الاعتقاد ولكن من أجل وخطر التلبيس على الناس، لأنهم يلبسون على الناس، وسوف أذكر أين مكمن الخطر عند هؤلاء. هؤلاء أو هذه الطائفة يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولا يرون العمل أنه داخل بالإيمان، وهذا يعد من ناحية الاعتقاد أخف المرجئة، هو أخف المرجئة، لكنهم يشتركون جميعهم، جميع هذه الطوائف السابقة مع هذه الطائفة، بأنهم لا يرون العمل من الإيمان، لا يرون أن العمل من الإيمان، لكن بعضهم أخف من بعض. الطائفة أيضا التي بعدها هم يحاولون أن يفصلون في هذه المسألة، وأيضا فيها تلبيس، وهي قريبة من هذا الباب، وهو ما ذكرنا، من يقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، لكنهم يلبسون أيضا في عباراتهم. ماذا يقولون؟ هم
لا يرون أن العمل شرطا لكمال الإيمان، يرون العمل يقول يعمل لكنه ليس شرط كمال، وليس شرط، لا أقول أنه شرط كمال وليس شرط صحة، يعني لا يعني أنه لو ترك الإيمان، لو أنه ترك الإيمان يقولون، لو ترك العمل فيقولون في ذلك أنه إيمانه صحيح ولا يكون شرطا، إنما شرط كمال، يقولون إنما هو شرط كمال ولا يعد شرط صحة، وهو قريب من القول الذي قبله. فكأنهم يقولون أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، لكن ما يقولونه في هذا الباب، ما يقولونه في هذا الباب ويحاولون أن يلبسون بأنهم يقولون أنه شرط كمال وليس شرط صحة. إذن هذه أقوال المرجئة بشكل عام، وهذه هي الطوائف. إذن نقول بأن الإرجاء لا شك أنه مذهب فاسد، وللأسف أنه في هذا الزمن قد استشرى وأدى إلى مفاسد عظيمة. وهذا ما كنت سأقول لكم، ما هو الخطر الذي يكمن فيما ذكرنا في الطائفة الأخيرة أو في الطائفتين الأخيرتين، وهي ما يتعلق بمن يقول بأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأيضا من يقول أنه شرط كمال فنقول وليس شرط صحة. فلا شك أن هذا خطر على الأمة. كيف يكون هذا الخطر؟ لأنهم إذا لم يدخل الإيمان، إذا لم يكونوا يدخلوا العمل في الإيمان، فإن هذا باب لأهل المعاصي بشكل عام، يرتكبوا ما يشاءون من المعاصي، وكذلك لمن يترك العمل من العبادات أيضا داخل في الإيمان. لاحظوا أن أهل المعاصي كل من يرتكب الكبائر فإيمانه مثل إيمان من يحقق الاعتقاد في قلبه ومن يقول ذلك بلسانه. إذن مهما يرتكب من المعاصي فهو داخل في الإيمان، وكل من ترك العمل لا يصلي، لا يحج، يترك جميع الأعمال، أيضا أدخلوه في الإيمان، أدخلوه في باب الإيمان، وقالوا أن هذه الأعمال هي شرط كمال، هي تكمل الإيمان وتزينه، لكنها ليست شرط صحة. فهذا لا شك أنه معنى خطير جدا، فهذا يجرئ أهل المعاصي على ارتكاب المعاصي، ويجرئ الناس على ترك العبادات، فلا شك أن مذهب المرجئة هو استخفاف بشعائر الله تعالى. عندما ذكرت لكم ذلك، ألا تستشعرون ذلك أم لا؟ إذا كان الشخص يرتكب المعاصي ويفعل المعاصي وهو مثل من يؤدي، من ترك هذه المعاصي يساوونه، وكذلك أيضا من يترك العمل أيضا يساوونه بأهل الإيمان، أليس هذا استخفافا بهذا الدين؟ ولذلك المؤلف رحمه الله عندما استشرى هذا المذهب في زمنه فأخذ يبين، لأنهم استدلوا بهذه الأحاديث، أخذوا بظاهر هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله فإن إيمانه إيمانا كاملا. لذلك نقول أول الأمر يدخل من في هذا الباب؟ أهل المعاصي جميع، وكل من يترك أيضا أركان الإيمان وأركان الإسلام يتركها بالكلية فإنه داخل في باب الإيمان، داخل عندهم في باب الإيمان. الأخطر من ذلك أن المشركين أيضا يدخلون عندهم في هذا الباب، القبورية ومن يذبح للأموات ومن يستغيث أيضا بالأموات، جميعهم يدخلون أيضا في هذا الباب. فماذا يقولون؟ هذا الشخص عندما يقوم
مثل هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى يقولون يقول هو يقول لا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عندما تقول له هذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى؟ فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هذا الشخص الذي ذبح للأموات، ذبح لغير الله، واستغاث ودعا غير الله سبحانه وتعالى، هل هذا حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى أم لا؟ هل حقق التوحيد؟ لم يحقق التوحيد. هل يدخل في هذا الباب؟ نقول أنه موحد أم مشرك؟ مشرك. طيب هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لو كان يحقق لا إله إلا الله لما فعل الشرك. فهم يقولون أيضا من أقوالهم لو أنه سجد للصنم، سجد للصنم، فإننا نقول بأنه وهذا السجود للصنم أنه لا يخرجه من لا إله إلا الله من التوحيد. فهذا من أعجب الأقوال. ويقولون نحن لا نعلم معتقد هذا الشخص. نحن الآن عندما نقوم بالحكم في هذه الدنيا بماذا نحكم؟ هل نستطيع أن نحكم أو أنا الآن أحكم على كل شخص منكم عن داخلة قلبه وما في قلبه؟ هل أستطيع أنا؟ ما أستطيع، لكني أستطيع أن أعرف من ظاهر الفعل. فأنا أراكم الآن جلوس في حلقة من حلقات الذكر، فأقول أن هؤلاء قد جاءوا، وأيضا أقول بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ما في مجالس الذكر، وأيضا ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم إن شاء الله يدخلون في ما جاء في فضل مجالس الذكر، وأنهم يحصلون على هذه الأجور، أليس كذلك؟ هذا موافق للأدلة، لكنني لا أعلم المعتقد، فأنا أحكم على الناس بظاهر فعله. ولذلك إذا وجدت شخصا يتلفظ بالشرك، وهو طبعا هناك بعض العبارات ربما تكون سبق كلام، يعني سبق لسان، سبق اللسان هذا يعذر، لكن من يحقق الكلمة سواء في كتابه أو في قراءته لكتاب قد حرره، أو يقول هذه العبارة وهو يعتقدها وهو أمامك، فإنك سوف تحكم على هذا الشخص بماذا؟ بظاهره. مثاله لو جاء شخص وتراه يطوف على قبر، يطوف على قبر وهو يدعو صاحب القبر ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أنا أحتاج إلى الولد فارزقني بالولد، يا فلان، وهو يستغيث بصاحب القبر، ظاهر هذا القول، ماذا تحكم على هذا الشخص؟ بالشرك، لأنه أشرك بالله، أليس كذلك؟ يقولون لا، هم يقولون المرجع لا، ما تعرف، يمكن أنه يقول هذه خوفا أو لا يعرف معناها، فيبدأون بتأويل هذه الأمور لمثل هؤلاء. نقول نحن نحكم بظاهر الفعل وبظاهر الحال، ولا نعلم ما في القلوب. أمر القلوب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا ينظر في مثل هذه الأمور ومثل هذه المعتقدات التي يروجها المرجع، فلا تنفع هذا الشخص لا إله إلا الله، ولو قالها وهو يطوف على القبر وهو يستغيث بصاحب القبر، فنقول هذا من الشرك. وكذلك أيضا من يذبح للأموات ويعتقد بأن الأموات ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، إذا علمنا هذا الشخص أنه قد ذبح وهو يقول أنا ذبحت، وهذا ظاهر كلامه، يقول عندما يذبح لو قال في بداية كلامه بسم الله اللهم هذا أتقرب لك بسم الله، ثم يقول باسم فلان أنا أتقرب لك يا فلان بهذا أو الذبيحة وأطلب منك كذا وكذا وكذا، ويعتقد أن هذا الذبح لمن؟ لهذا الميت، على أن ينفعه، على أن ينفعه هذا الميت، هذا لا شك أن ظاهره ماذا؟ الشرك بالله سبحانه، فهو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهكذا الأمور، نقول أن ما نحكم به هو على ظاهر هذه الأقوال. طيب
هناك من يحاول أن يفسر، لا أريد أن أدخلكم في أبواب أيضا في من يقول في مثل هذه الأبواب على من يقول من فهم الحجة، على مسألة فهم الحجة هل هي تخرج هذا الشخص من الوقوع في الشرك أم لا. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء للمشركين ماذا حكم عليهم؟ الأصل في ذلك على أنهم على الشرك، الأصل أنهم على الشرك، وهذا هو الأصل حتى يدخلوا في الإيمان. فالأصل في من يفعل أفعال الشرك ومن كان في بلد من بلاد المسلمين والحجة ظاهرة في هذا البلد فقد بلغته الحجة، فقد بلغته الحجة، ولذلك ينظر في حاله على ما يقوله. وقد أيضا ظهر في هذا البلد ظهرت الحجة عليهم، ولذلك يحاولون أيضا أن يجعلوا الحجة لهؤلاء أولئك أصحاب القبور ولغيرهم، فيقولون أنهم لم تبلغهم الحجة. كيف لم تبلغهم الحجة وهم يعرفون ويقرؤون كتاب الله؟ أليس يقرؤون القرآن؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسألكم بالله هذا المعنى واضح أم لا؟ واضح، يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى يعني توضيح أكثر من ذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا تحذير من الله للنبي عليه الصلاة والسلام وللرسل أيضا من قبله، قال ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ماذا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف أن القرآن بين هذا الأمر العظيم ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من خطر الشرك وأن من عمله فإن عمله حابط. قال تعالى في حال المشركين وهم يعملون أيضا أعمال صالحة، هناك الأعمال الصالحة خلاف ما يتعلق أيضا العبادات بشكل عام، ولكن نقول قال تعالى في حالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ماذا فجعلناه هباء منثورا، لم ينفعهم العمل الصالح الذي قاموا به، لكن ربما يجازى في الدنيا، لكن في الآخرة لا شك أن المشرك مصيره إلى النار، وهذا هو التحقيق في مثل هذه المسألة. إذن نقول أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين هذا الأمر. أنا ذكرت لكم بيانا لخطر هؤلاء، خطر هؤلاء في هذا الزمن، وهو ما يتعلق بالمرجئة وما يتعلق أيضا بخطرهم. ويذكر أهل العلم أن مذهب غلاة المرجئة أيضا، وهذه مسألة مهمة وهذه ربما تسمعونها أحيانا في بعض الكتب أو في بعض أقوالهم، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه مقولة ربما سمعتموها أو سمعها بعضكم أو قرأها بعضكم، وهذه من أقوال من أهل الإرجاء، وهي خطرة، يقولون وهو تأصيل لمنهجهم، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني مهما حصل من ذنوبك لا يضر الإيمان، فالإيمان باق على ما هو عليه، وهذا لا شك أنه خلاف. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، ولذلك أيضا ذكروا أيضا أهل السنة على أن العمل أيضا شرط أيضا صحة للإيمان وما يتعلق بالإيمان. إذن نقول أهل السنة والجماعة دائما وسط، أهل السنة والجماعة دائما وسط، فتنبهوا لما سأقوله الآن، أهل السنة والجماعة دائما وسط خاصة في باب الإيمان، فهم بين الخوارج وبين المعتزلة وبين المرجئة. الخوارج والمعتزلة بابهم قريب من بعض، وباب الخوارج طبعا نقيض لهم، باب الخوارج وباب المرجئة نقيض لهم، نقيض للخوارج والمرجئة. الخوارج والمعتزلة هم في هذا الباب وهو ما يتعلق بباب الإيمان هما
سواء في بهذا الباب أو قريب من هذا الباب. وأيضا المرجئة أيضا هم على النقيض، فالخوارج كما تعلمون يكفرون بماذا؟ بالكبيرة. نجد أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقنطون أصحاب الذنوب، والمرجئة يؤمنون من عذاب الله. اسمعوا هذه العبارة، أكررها وتنبهوا لها. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقنطون أصحاب الذنوب، لأنه يقولون من فعل ذنب فقد كفر، أي ذنب تخرج من الإيمان مباشرة. والمرجئة ماذا يفعلون؟ يؤمنون الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقول افعل ما تشاء من الذنوب فلا شيء عليك، لا يتعلق هذا ولا يضر هذا الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة هم وسط في هذا الباب، فيقولون في أهل الكبائر التي هي دون الكفر والشرك ما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك والكفر بأنواعه فهو موجب للخروج من الإسلام، بخلاف ما يقوله المرجئة، فإن للإسلام ماذا؟ نواقض. ولذلك عندما قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتبه فيما يتعلق بنواقض الإسلام، بين أن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها شروط، لها شروط. وهذا أيضا يعني الذي ذكره شيخ الإسلام في كتاب نواقض الإسلام، إذا قرأت هذا الكتاب وقرأت أيضا ما يتعلق في كتاب التوحيد تجد أن هناك نفسا لابن رجب في كتبه رحمه الله تعالى. ولذلك يقولون أو يقول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإنما يتعلق بالشرك وبالكفر فإنه أيضا مخرج وموجب للخروج من الإسلام إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقالوا بأن هناك نواقض وهناك شروط للا إله إلا الله، فلا إله إلا الله إنما تعصم دم المسلم في ماذا؟ في الدنيا. كيف تعصم؟ يعني لو جاء شخص أمامك وقال لا إله إلا الله ولم يظهر عليه شيء من الشرك، فإن هذه الكلمة تعصمه في الدنيا، لكنه لو وقع في ناقض من نواقض الإسلام وهي ظاهرة فهذا يرجع إلى الحكم أولا بما يتعلق بمعتقده، هذا أمر. وأما ما يتعلق بما يترتب على خروجه فهو يتعلق بالإمام وما يراه في حقه في هذا الباب. إذن من قال لا إله إلا الله معتقدا أنه لا يستحق العبادة أو تستحق العبادة إلا لله، وأن كل ما سواه لا يستحق العبادة، وتبرأ من المشركين وشركهم، لكنه مع هذا الاعتقاد أعرض عن عبادة الله فلم يؤدي فريضة، انظروا لم يؤدي فريضة ولم يجتنب كبيرة، فنقول فأي معنى حققه للا إله إلا الله؟ أين الاعتقاد بهذه الكلمة العظيمة؟ ولذلك المؤلف عندما ذكر الأحاديث في هذا الباب سوف نسمع من كلامه كلاما نفيسا أيضا يوضح هذا الأمر ويوضحه جليا في هذا الباب. إذن نقول الناس في هذا الباب يتفاوتون في هذا الباب، ونجد أن الناس في هذا المقام منهم من ينتهي به الإرجاء نسأل الله السلامة إلى الكفر، ومنهم من ينتهي به الإرجاء إلى فعل المحرمات وارتكاب المحرمات نسأل الله السلامة والعافية. فشتانا من يأتي بالمعصية، انظروا وتنبهوا، شتانا بين من يأتي بالمعصية وهو خائف وجل ويلوم نفسه ويعاتب نفسه على فعل هذه المعصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أهل الإرجاء يقولون لا، لو فعل المعصية يقول لا يضره ولا يحتاج إلى،
لا يحتاج يعني أنه يكون خائفا أو عنده خوف أو خشية من الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الإيمان ومن على منهج السلف الصالح تجدهم لا في خوف وجل عندما يحصل منهم أو تحصل منهم المعصية. ولذلك الرجل الذي خلى بامرأة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رجل خلى بامرأة في حائط يقول ففعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا أنه لم يزني بها، إذن ارتكب معصية، ليس كذلك؟ في باب الإرجاء يقول أنه لا يضر هذا مع الإيمان، ولا يحتاج أيضا أن يراجع أحدا. ماذا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه عندما حصلت منه هذه المعصية؟ ذهب إلى عمر، ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أرشده إلى أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فذهب إلى النبي وأخبره بهذا الأمر وهذه المعصية. ماذا قال له النبي؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء عليك أو إن إيمانك كامل ولا يضرك هذه المعصية؟ ولكن أراد هذا الشخص أن يكفر هذه المعصية، ماذا حصل؟ قال سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أمر، إذن أن هذه معصية ارتكبها أنه يزيد الإيمان وينقص. أيضا ما حصل لماعز وكذلك للغامدية عندما حصل منهما ما حصل من ارتكاب الفاحشة، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرهما، فماذا حصل؟ رجمهما عليه الصلاة والسلام، ولو كان الإيمان يكفيهما في ذلك لما رجمه ولما أيضا أقام عليهما الحد، ولا حاجة أيضا لإقامة الحدود. إذن لا نحتاج إلى إقامة الحدود في هذا الباب إذا كان الإيمان كافيا. وقال بعضهم أنه يكفيه في ذلك أنه يتوب إلى الله ولا يخبر، وقالوا أنه إذا أخبر وجب على الإمام أن وجب على الإمام أن يقيم الحد. لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قالوا أيهما أفضل في هذا الباب، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أم يبادر إلى الإمام فيعترف ويقام عليه الحد؟ قالوا بأنه ابتداء، وهذه فائدة، هذه فائدة أوضحها لكم، الفائدة في هذا الباب، قالوا بأن من ارتكب معصية فإن الأفضل في حاله أن يستر على نفسه وأن يتوب استشهادا بهذه الآيات، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا صدق في توبته يبدل الله سيئاته حسنات، فقالوا هو هذا الأفضل. لكن لو أنه اعترف كما حصل من ماعز رضي الله عنه وكذلك للغامدية رضي الله عنها، عندما تاب واعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد، نقول هذه المنزلة إذا وصل إليها نقول الأفضل له التوبة والستر. لكن لو وصل إلى هذه المنزلة ماذا قال النبي في حال الغامدية وفي حال ماعز رضي الله عنهم أجمعين؟ قال لقد تاب أحدهما، لقد تاب توبة لو وزعت على أمة لكفتهم. وقال في حال ماعز لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه التوبة أعظم. ولذلك جاء أيضا في هذا الباب وهو أيضا يقابل هذا المعنى المقصود فيه فيما يتعلق بالمبادرة بالتوبة أم لا، أذكر في مسألة أخرى وهي مسألة فقهية متعلقة أيضا وهي من باب الفائدة فيما يتعلق بالنذر. النذر ابتداء مكروه، أليس كذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير ولا يقدم شيئا للشخص. وكره النبي عليه الصلاة والسلام
وأيضا نهى عنه أيضا في أحاديث. هذا ماذا؟ النذر. لكن نجد أنه مع هذه الكراهة والتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام في النذر، لأن لماذا الكراهة؟ لأن بعض الناس يعتقدون أنهم إذا نذروا لله سبحانه وتعالى أن هذا يحقق لهم المطلوب، يحقق لهم مطلوب. مثلا يقول: يا رب علي نذر أني إذا نجحت أني أتصدق بكذا أو أصوم كذا. فيظن هذا الشخص الناذر بأنه بنذره أنه يتحقق له المطلوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا لا يقدم خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرد قدرا، لا يرد شيئا من القدر. ولكن لو أنه عقد النذر، وأقصد بذلك نذر الطاعة، لأن هناك فرق بين نذر الطاعة وهناك أيضا نذر المباح، وهناك النذر المعصية، وهناك النذر المكروه، وهناك النذر اللجاج أو اللجاج. فهذه نذور مختلفة، لكن أتكلم عن نذر الطاعة، لأن نذر الطاعة يجب عليه الوفاء بالطاعة. فهذا النذر لو أنه انعقد على كراهته في ابتدائه، فإنه إذا أوفى بالنذر فإنه يكون من صفات أهل الإيمان. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال الله في تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهو من صفات أهل الإيمان. نرجع إلى موضوع الكتاب، وهو متعلق في مسألة الإرجاء، وتكلمنا عن ما يتعلق بالمعصية وذكرنا بعض الأمثلة في هذا الباب. المرجئة يرون الخروج أيضا في، وهو باب مهم جدا، وهو باب مهم جدا، هذا ربما لا يتنبه له أيضا الكثير من الناس. يظنون ويظهر أيضا عند الكثير أن المرجئة، يعني أن أهل الإرجاء هم من يكون دائما مع الحكام، هذا الظاهر، مع أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح نهائيا. بل إن المرجئة يرون الخروج على الحكام، بل إنهم أشد من الخوارج، لا يشترطون الكفر. الخوارج عندما يقولون بالخروج على الإمام، عندما يقولون الخوارج بخروج الإمام، لابد أن يكفر، يكفرونه أولا. والخوارج يكفرون بماذا؟ بالذنوب. فإذا وقع أي شخص بذنب فإنهم يكفرونه. فإذا وقع يقولون الإمام بذنب من الذنوب فإنه يكفر فيخرجون عليه. لكن المرجئة لا يشترطون ذلك، بل إنهم يرون الخروج على الإمام. وسأثبت لكم ذلك من أقوال السلف، وهذا ما حققه السلف في هذا الباب. فهم يقولون بأن المرجئة يرون الخروج على الإمام. أولا، روى ابن شاهين عن سفيان الثوري أنه قال: اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له: بيّن لنا ماذا تقصد بهذه الأهواء. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون، ثم ذكر أقوال للمرجئة، بعد أن ذكرها قال: وذكر شيئا من أقوالهم، إلى أن قال: وهم يرون السيف على أهل القبلة. المرجئة يرون الخروج على الإمام، وقال: هم يرون السيف على أهل القبلة. وقيل لابن المبارك رحمه الله: ترى رأي الإرجاء، يعني أنت تقول بقول المرجئة، فقال: كيف أكون مرجئا فأنا لا أرى السيف. فهذا يدل على أنه في عصرهم رحمه الله كانوا يعرفون، وظهر عندهم أن أهل الإرجاء هم من يخرج بالسيف على الإمام. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، في كتابه السنة، بإسناد صحيح عن أبي إسحاق أيضا قال: سمعت سفيان والأوزاعي يقولون إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. قول المرجئة يخرج إلى السيف، أي أن من يقول بقول المرجئة فإن نهايته إلى السيف والخروج على الإمام. أيضا روى الصاموني في عقيدة السلف أصحاب الحديث أيضا بإسناد صحيح إلى أحمد بن سعيد أيضا أنه قال: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، يقول له
الإمام إنكم تبغضون هؤلاء القوم المرجئة، يعني المرجئة يقول إنكم تبغضون هؤلاء القوم، ولكن قال إنكم تبغضونهم جهلا، تبغضونهم جهلا، وأنا يقول أبغضهم معرفة لهم. أولا قال أنهم لا يرون للسلطان طاعة، لا يرون للسلطان طاعة، فهذا قول المرجئة، فإنهم لا يرون للسلطان طاعة. قلت تكمل أيضا لهذه الرواية، قال قلت لأنهم يرون الخروج على الأئمة بلا تكفير، يرون الخروج على الأئمة بلا تكفير، ولذا هذا قال فيهم إبراهيم النخعي الخوارج أعذر عندي من المرجئة. انظروا إلى كلام هذا الإمام، يقول الخوارج الذين يكفرون بالدم يقول أعذر عندي من المرجئة، لأن الخوارج لا تخرج إلا بعد أن تكفر، أما هؤلاء يخرجون بلا تكفير. أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله أيضا قال لفتنة المرجئة، لفتنة المرجئة على هذه الأمة، يقول أخوف عندي من فتنة الأزارقة، يقول لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. من هم الأزارقة؟ هم فرقة من الخوارج، الأزارقة هم فرقة من الخوارج، وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم هو من أخبث الأقاويل وأبعد عن الإسلام والسنة. أيضا جاء في أيضا عن إسحاق بن إبراهيم أيضا تعقيبا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين من أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، علق على ذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال إسحاق ابن إبراهيم يعلق على هذا الحديث قال والسنة عليه، السنة على ذلك، وفيها هلاك المرجئة، أي أن المرجئة هم الذين يخرجون على الإمام. وقال إمام أهل السنة، من هو إمام أهل السنة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، روي عنه بسند صحيح أنه قال المرجئة هم الخوارج، المرجئة هم الخوارج. قال أبو الحسين أبو يعلى في طبقات الحنابلة وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف، يقول أسماء شنيعة قبيحة، يعني هو يقول أن أهل الأهواء في عصره، وهذا الآن ما سأقوله هو أيضا يقع في هذا الزمن أيضا، يقول رأيت أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها من؟ يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم، يقول والوقيع فيهم، يقول فيريدون بذلك أيضا الإزراء بهم عند السفهاء والجهال، يقول فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة بشكاكا، يسمونهم شكاكا، لماذا؟ يريدون بذلك تشويه سمعة أهل السنة، يسمون أهل السنة والجماعة أيضا بأنهم مرجئة. قال وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر، فهذا هو حال أهل الإرجاء دائما. ولذلك أيضا سوف أقول لكم ملحظ مهم جدا، وهذا يحتاجه طلبة العلم وخاصة من يقرأ في الشروحات في هذا الزمن، وكثير من يشرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعض من وقع في الإرجاء هداهم الله شرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنهم يؤولونها وأيضا يحرفون معانيها إلى ما يريدونه من الإرجاء. ونعرف أن أقوال الشيخ محمد بن الوهاب له أقوال واضحة وصريحة فيما يتعلق بأهل الكفر والشرك ومن يخرج من الإسلام، وخاصة في كتابه نواقض الإسلام، وأيضا له أقوال في رسائله أيضا للأئمة وغيرهم، فهو أحيانا يعذر أحيانا في بعض المسائل،
ولكنها ليست على عموم ولكن في أحوال خاصة، ولذلك يخلطون في مثل هذا الأمر، ولذلك يحاولون من خلال هذه الشروحات نشر مذهب الإرجاء عن طريق هذه الشروحات، ولذلك يجب على طالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، المهم، وهو أن يرجع إلى الشروح الموثوقة من العلماء، سواء من أئمة الدعوة من شرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو من الأئمة الكبار أمثال الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وكذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ممن قد يعني شرحوا جمعا كبيرا من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحققوا هذه المعاني، وحذروا أيضا مما يتعلق بمسألة الإرجاء، ولذلك بينت لكم هذا الخطر العظيم. ولذلك هذا الكتاب وهو كتاب ابن رجب رحمه الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص، وهي متعلقة في هذا الباب، وهو متعلق بباب التوحيد. الآن أيها الإخوة ندخل في هذا المتن. من عنده المتن، هناك كما ذكرت لكم أن هناك عدة طبعات لهذا الكتاب، وهناك الطبعة الأولى التي طبعت قديما وفيها أخطاء، وربما هي موجودة، وأيضا ربما بعض الناس يحصل على نسخ منها، وهناك أيضا طبعة أيضا ثانية وثالثة وعدة طبعات، ولكن هناك اختلاف في هذه الطبعات، والاختلاف ربما يكون أحيانا في بعض أقوال المؤلف، وما أيضا يظهر أو يحتاجه السياق في هذه العبارات، فربما تذكر في بعض النسخ عبارة لا تناسب السياق في كلام المؤلف، فنحتاج إلى تصحيحها. وكذلك أيضا بعض النقولات عن بعض السلف، وأيضا بعض النقولات أيضا في الأحاديث، فتحتاج إلى تصحيح. أيضا نحتاج في هذا الباب أيضا في هذا أيضا قراءة هذا المتن أن نتنبه إلى ما يتعلق ببعض الأحاديث التي يكون فيها الضعف، فلا بد لطالب العلم أن يتنبه إلى هذه الحديث وإن كان معناها صحيحا. أيضا من الأمور المهمة التي يتنبه أيضا لها طالب العلم عند قراءة هذا الكتاب بعض النقولات لابن رجب فيما يتعلق لبعض الصوفية، فهو يتكلم عن هذا الباب، يتكلم عنها وينقل بعض الأقوال لهم فيما يتعلق بالمحبة والوجد وغيرها، فهذه المعاني هي أصلها هي متحققة عند أهل السنة والجماعة، ولكن نحتاج إلى أيضا توضيح إلى بعض هذه العبارات، وأيضا توجيه لما يحتاج إلى توجيه. من عنده المتن، نحن سوف أقرأ في هذا المتن، وهو هذا بداية متن المؤلف. النسخة التي وزعت أو نشرت ربما يكون على الرابط، هي أحد النسخ، ربما تكون هي النسخة التي طبعها المكتب الإسلامي، وهي أيضا نسخة محققة أيضا، وهناك نسخة أيضا بعدها أو ثلاث نسخ أيضا طبعت بتحقيقات أيضا مختلفة، فبينها تفاوت، ربما يظهر هذا التفاوت. بدأ الإمام، الله أكبر، لعل نكمل إن شاء الله في الغد إن شاء الله ونبدأ في المتن، ولعل إن شاء الله يدركنا الوقت.